السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في المحاضرة الثامنة about clinical practice guidelines. How to access guidelines؟ عندنا الناشونال جايد لاين كليرن هاوس، السنتر اوف هيلث ايفيدنس، وكلمة تيرم، الترم هذا البراكتس جايد لاين كان بي يوزد از ليميت تو ديفاين ا بابليكيشن تايب ان باب ميد. هنشوف ايش قصنا فيها هذه بعد قليل. جايد لاين انترناشونال نتورك جي اي ان has the world largest guideline library. هذا الموقع حقه لو حبيتوا تدخلوا عليه. هنيجي هنا، شفت الباب ميد؟ كلنا نعرف باب ميد. لو جيت على الباب ميد كتبت براكتس جايد لاين فور هايبرتنشن حيطلع لك مثلا، هنا كتبنا براكتس جايد لاين، هنا حتلاقي في كلينيكال براكتس جايد لاين، هذا مقال، هنا براكتس جايد لاين، هنا براكتس جايد لاين، فحتلاقي كل براكتس جايد لاين تحتاجها موجوده على الباب ميد. هذه طريقه انك تدور فيها. الشيء الثاني مثل ما قلنا في الناشونال جايد لاين كليرن هاوس ان جي سي، ممكن هنا تدور على الجايد لاينز اللي انت تبغاها موجوده في هذا الموقع. كمان ناشونال انفورميشن سنتر فور هيلث سيرفيس ريسيرش اند هيلث كير تكنولوجي allow user to put a search term that is then sent out a different US national library of medicine database. ايش الميزه حقته؟ انه يرسل البحث حقك لحوالي 8 different national library medicine databases موجوده في الولايات المتحده الامريكيه، ويرجع لك نتيجه البحث بعد كذا تاخذ اللي تبغاه. health service او health technology assessment هستات هذا text large guidelines systematic review and technology assessment and enables their text to be searchable on the internet. يمكن انك انت تبحث عن التكست حق هذه الجايدلاينز through الانترنت. طيب هذا هو هستات، وتقدر هنا تحط السيرش او الكيوردز حقك مثلا اكزامبل ازمه ولا وات ايفر، ويو جيت الجايد لاينز اللي انت تبغاها. كسؤال: which of the following online database is most likely source of clinical practice guideline that healthcare provider can يعني find through؟ اكيد هو الباب ميد. مثل ما قلنا هنا واضح الباب ميد. How to find the right guideline. Locating and reviewing current guideline on a particular subject is often overwhelming. Clinical practice guideline should specify information. لازم نعرف who developed and funded the guideline هذه. مين مولها ومين سواها. Who was on the panel. مين اللي كان في المجموعة اللي قاعدين يسوا هذا الـ guideline. How the guideline was developed. كيف أنشئت هذا الـ guideline. What dates the literature review covered. لما سووا الـ literature review من ايش التواريخ اللي غطاها هذه الدراسات، يعني اخذت الدراسات من اي تاريخ لاي تاريخ. بعدين assist their application to the right person at the right time and the right way. هل الجايد اول شيء، او الاسئله اللي لازم نسالها ونعرف هل هالجايد لاين تنطبق على المرضى حقين ولا لا. What are the guideline recommendation؟ ما هي التوصيات حقت هذا الجايد لاين؟ Are the guideline recommendation valid؟ هل التوصيات حقتها ذات قيمه او انها outdated وقديمه؟ How useful are the recommendations؟ طيب لما طبقنا recommendation على الناس هل استفادوا ولا ما استفادوا؟ هذه الأشياء كلها لازم يكون فيها جواب. How to read the guidelines؟ أول شيء لازم recommendation تكون unambiguous، تكون غير مبهمة، تكون واضحة. بعدين لازم تضع في عين الاعتبار وتأخذ في عين الاعتبار الناس اللي أنشأوها، إيش درجاتهم العلمية، إيش الخبرة حقتهم. Also should specify the process used to systematically search and review the evidence that underlines the guideline. لازم تقولون الطريقة اللي تم فيها انتقاء المقالات وتفحصها بتنظيم وبمنهجية لكي تصل إلى المعلومة. Evidence should be graded using recognized format. لازم يكون according to recognized format. هم they are using evidence. يجيبوا evidence استخدموه أي format استخدموها for grading. Recommendation themselves should be graded. حتى بعد ما سوينا guidelines ولا التوصيات نرجع كمان نبغى grading حق هذه recommendations. هل هي recommendation graded A1 ولا B1 ولا whatever. ولازم نسوي update للguidelines، ما نحط guidelines من سنة 2001 ولحد الآن نستخدم، هذا خطأ. consider whether a particular guideline will help your patient. وبعد كذا وأهم شيء to follow up بعد تطبيق الguideline، هل البيشنت حقينا استفادوا ولا لا. what to consider while evaluating guideline. consider the validity،
هل هذا الجايدلاين valid؟ reliability and reproducibility، هل الجايدلاين هذا لو طبقناه كل مرة راح تطلع بنفس النتيجة المفيدة؟ clinical applicability، هل نقدر نطبق على population حقنا؟ clinical flexibility، تتناسب مع جميع فئات المرضى باختلاف الديزيز ستاتس حقهم او الديزيز ليفل حقهم؟ clarity، واضحة. documentation، هل في documentation لنتائج حقت الجايدلاين عشان اقدر اسوي لها assessment؟ development by multidisciplinary process، لا يجب ان يكون هناك اكثر من طريقة لتطوير الجايدلاين هذه مع اكثر من جهة ذات تخصص يعني محدد. plans for review، لازم يكون عندنا plan انه احنا ناويين هذا الجايدلاين سوف ابديت كل سنة، كل ستة شهور، كل سنتين، whatever يعني. evaluating الجايدلاين، قلنا في عندنا rapid critical appraisal checklist اللي ذكرناها في الاول، والagree instrument والnational guideline clearing house summaries. هذه critical appraisal هذه موجودة هنا. are the result of the review valid؟ what are the result؟ will the result assist in caring for many patients؟ أنا أنصحكم هذه المعلومات تخبوها، أكيد بكرة بس تتخرج إن شاء الله في البراكتس هتستفيدوا كثير وحتلاقوا إن شاء الله update منها. هذه agree checklist is intended to guide the reporting of clinical practice guidelines. دائما نيجي نقول checklist for the guidelines، عندنا عدة domains لها. الدومين الأول scope and purpose، إيش تغطي هذا الجايدلاين، الأوبجكتيف حقها، إنه report the overall objectives of the guideline، the expected health benefits from the guideline are to be specific to the clinical problem or health topic. the question حق الجايدلاين هذا ما يخص مين، أي فئة معينة. the population هذولي اللي will be treated by those guidelines. الجروب ممبرشيب، هذا لما نتكلم عن ستيك هولدرز او المساهمين في انشاء الجايد لاينز. تارجت يوزرز، تارجت بوبوليشن، كل هذه الاسئله يجب انك تسالها في تقييم الجايد لاينز بعد ما تنشا الاجري. بعد ما تنشا الجايد لاينز نستخدم هذه الانسترومنت لتقييمها. عندنا بعد كده الناشونال جايد لاين سمريز، هذه فيري نايس كمان، يو كان جو ثرو سمريز هذه ان اوردر تو اسس الجايدلاينز، and هتلاقي كل الكومنتس اللي you wish to know about the national guideline summaries. when to develop a guideline، أجي كده بس أسوي guideline وخلاص. develop a guideline ما هو شيء سهل، تبغى تسوي committees وتجمع الناس وتضيع وقتهم. why؟ لما في topic clinically important لقين في لخبطة، لقين في debate، ف we have to develop guideline. لقين في product غالية جدا قاعدة تنصرف كده. لما topic is complex and requires clarity، لما مثل ما قلنا topic محتاج توضيح، وان كل مره اقعد اشرح لشخص بشخص لا، اسوي جايد لاين والكل يمشي عليها والسلام كذا احسن. there is evidence of gap، لما يكون في gap واضح بين التطبيق اللي الممارسات اللي سوى الدكاتره وبين الايفيدنس. لما يكون there is no valid او existing guideline، ممكن عندي جايد لاين تعبني فيها واقوم انا اقول لا والله بسوي جايد لاين جديده وهذه لسه still updated. لما يكون topic is central to health public policy، احيانا بعض التوبكس تكون very essential للpublic health، ف you need to generate guidelines like use of expired medication or something like this. requirement for developing the guideline process and panels، مهم جدا اعرف طريقة العمل ومين الاشخاص اللي قاعدين يشتغلوا. required question must be created، لازم يكون في سؤال بسببه انشئت هذا الguideline، اساسها في عندنا مشكلة لأساسها انشئت هذا الguideline. conducting the literature search and review، البحث العلمي، نبحث المقالات العلمية ونراجعها. بعد كده نكتب الدرافت للريكومنديشنز، بعد كده مراجعة من النظراء، وبعد الابروفال يتم توزيع الجايدلاينز لتطبيقه بعد ما نأخذ الدعم من الاوثوريتيز. Implementing the good practice, a clinical practice guidelines required multi-faceted and sustained intervention. لازم أكثر من جهة تشارك عشان نقدر نطبق الجايدلاين. Practitioner commitment. لازم الممارسين يلتزموا اللي هم في المؤسسة بأنهم يعني يطبقوا الجايدلاين. لازم يكون عليهم أحد يراقبهم من leadership. ونستخدم best practice campaign. ممكن نسوي كامبين نعلمهم، نقعد نفهمهم ايش النقاط اللي ما هي واضحه، ايش الهدف من انشاء الجايد لاين، ليش نبغى نطبق الجايد لاينز. لازم يكونوا ناس فيري اوير بالايفيدنس بيس ميديسين، يستخدموا كمنتورز
يتابعوا ويشرحوا لل other healthcare providers every single point that they need to know in those guidelines. لازم يكون الجايدلاين سستينبل اوفر تايم، مو يعني احنا سوينا جايدلاين وطبقناها عشان بيجينا الكنديان اكريديتيشن ولا سباهي اكريديتيشن وبعد ما يروحوا خلاص ما نطبقها. نو شود بي يعني شيء مستمر continuous. context must be considered، لازم تكون الجايدلاين تشمل وتغطي جميع الاحتياجات التي انشئت لها. كسؤال، which is the following factor that has the great that has the greatest bearing أكبر عبء on success or failure of clinical practice guideline implementation؟ إيش هو أكبر شيء يعتبر عبء على نجاح أو فشل clinical practice guideline؟ هل هو strength of evidence that underlies the guideline, the validity of process that was used to develop the guideline؟ ولا the education level of nurses who will implement، ولا the commitment of caregivers who will put the guidelines into practice. طبعا هو دي، هو التزام الممارسين الصحيين بتطبيق الجايدلاين. اوكي، في شيء اسمه ماك ماستر اوتلاين ريتنج ايفيدنس اللي يسموه مور، هذا ريليفنس اوف individual studies. احنا جينا نختار الدراسه فنبغى نشوف اعلى درجه، طبعا هي 7، انه دايركتلي ان هاي الدراسه از ريليفنت للسيتويشن فخلص اخليها، اف نوت اذا ما كانت دايركتلي ان هاي اشوف هل هي ديفينتلي ريليفنت، اف نوت الاقيها بروبابلي ريليفنت، اف نوت انزل الدرجه لغايه خلص ما اترك الدراسه هذه كلها. فهذه الطرق اللي حسب اهميه الدراسه، كل ما زادت اهميه الدراسه كل ما اخذتها فور امبلمنتنج او فور جينيريتنج الجايدلاينز. يعطيكم ألف عافية، والجايدلاينز هذا أمر مهم لكنه ما هو عسير، ويقدروا المجموعة من الصيادلة باتحادوا مع بعض والاستعانة بهذه المواقع أنهم ينشئوا أحسن جايدلاينز للمستشفى حقهم.